السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة تانية. النهاردة إن شاء الله هناخد الوحدة الثالثة مع بعض، وأول درس فيها التكاثر في النبات. احنا عارفين ان الكائنات الحية بتقوم ببعض العمليات الحيوية، يعني مثلا العمليات الحيوية اللي بتقوم بها زي التغذية والنمو، الاحساس والحركة والتنفس والاخراج والتكاثر. طيب كل العمليات الحيوية دي هدفها ايه؟ تهدف الى استمرار حياة الكائن الحي، باستثناء بس عملية التكاثر. عملية التكاثر الوحيدة هي اللي بتهدف الى استمرار نوعه وحمايته من الانقراض. طيب هل دي تتوقف عليها حياة الفرد؟ قال لي لا، عملية التكاثر لا تتوقف عليها حياة الفرد. طيب ايه هي عملية التكاثر؟ لها تعريف عندي، هي عملية حيوية تهدف الى ضمان بقاء واستمرار انواع الكائنات الحية بانتاج افراد جديدة من نفس النوع لحمايتها من الانقراض، واحنا عرفنا ان هي لا تتوقف عليها حياة الفرد. طيب لو قال لي علل كده، تختلف عملية التكاثر عن بقية العمليات الحيوية الاخرى ليه؟ لان جميع العمليات الحيوية بتهدف الى ايه؟ الى استمرار حياة الكائن الحي، بينما عملية التكاثر تهدف الى استمرار نوعه وحمايته من الانقراض. وانا هدرس النهاردة التكاثر في النبات. هلاقي ان في النبات بيتم التكاثر بطريقتين. عندي التكاثر بينقسم الى التكاثر الجنسي او الزهري، وفي تكاثر تاني اسمه التكاثر اللاجنسي او التكاثر الخضري. طب التكاثر الجنسي او الزهري ده بيتم عن طريق اعضاء التكاثر المؤنثة والمذكرة في الازهار، بينما التكاثر اللاجنسي او التكاثر الخضري بيتم عن طريق اجزاء النباتات الخضرية المختلفة ما عدا الازهار. اولا التكاثر الجنسي او الزهري، تعتبر الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية. طب عايز اعرف الزهرة كده، هي ساق قصيرة تحورت بعض اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر. يبقى هي ساق قصيرة تحورت بعض اوراقها لتكوين اعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. منشأ الزهرة زي ما انت شايف كده في الرسمة، هلاقي ان الزهرة بتنشأ من برعم بيسمى بالبرعم الزهري، زي ما انت شايف كده في الرسمة هو البرعم الزهري. طيب ويخرج عادة من إبط الورقة، تعرف باسم الكنابة، تعرف باسم الكنابة. طب في تعريف للكنابة بيقول لي هو ورقة او هي ورقة نباتية خضراء بيخرج من إبطها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة. يبقى الزهرة بتنشأ من برعم اسمه البرعم الزهري، بيخرج عادة من إبط ورقة تعرف باسم الكنابة، والكنابة دي ورقة نباتية خضراء يخرج من إبطها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الزهرة. حاليا ان الساق غالبا بيحمل عددا من الازهار بيطلق عليها اسم النورة، ويسمى جزء الساق الذي يحملها بالمحور. طب ايه هي النورة دي؟ هي مجموعة الازهار التي يحملها المحور. هنتكلم دلوقتي عن تركيب الزهرة. هلاقي ان الازهار تتركب بالرغم من اختلافها عن بعضها من الشكل الخارجي، ولكنها تتركب من عنق رفيع ينتهي بجزء منتفخ يسمى التخت، زي ما انت شايف في الرسمة كده. طيب التخت ده بيحمل الاوراق الزهرية التي تترتب في مجموعات يسمى كل منها بالمحيط الزهري. يبقى التخت ده جزء منتفخ في نهاية عنق الزهرة تترتب عليه المحيطات الزهرية. طيب ترتيب المحيطات الزهرية بقى من الخارج للداخل، عندي اول حاجة الكأس، رقم 2 التويج، 3 الطلع، 4 المتاع. يبقى كأس، تويج، طلع، متاع. وبقول اولاد ان الزهرة ممكن ان تعتبر زهرة نموذجية لو احتوت على الاربع المحيطات الزهرية اللي انا قلت عليها. بقى تعتبر الزهرة نموذجية امتى؟ اذا احتوت على المحيطات الزهرية الاربعة. زي ما انت شايف كده الزهرة النموذجية هي الزهرة التي تترتب اوراقها الزهرية في اربع محيطات زهرية. زي مثال عندي زهرة الورد البلدي تسمى او تعتبر زهرة نموذجية علل لاحتوائها على المحيطات الزهرية الاربعة. دلوقتي هعرف تعريف المحيطات الزهرية الأربعة. قلت لك أول حاجة عندي الكأس. الكأس ده بيبقى ده المحيط الأول الخارجي من الأوراق الزهرية، أوراقه بتبقى لونها أخضر تسمى سيبلات، تحيط بالزهرة من الخارج، وظيفته بيحمي الأجزاء الداخلية للزهرة وخاصة قبل أن تتفتح الزهرة.
تاني محيط عندي اللي هو التويج، ده بيبقى المحيط التاني الذي يلي الكأس. أوراقه بتكون ذات ألوان زاهية بتسمى بتلات، وبتبقى غالبا ليها رائحة ذكية. وظيفتها ايه؟ بتجذب الحشرات، بتلعب دور مهم جدا في عملية التكاثر، بتجذب الحشرات ليها بألوانها الزاهية ورائحتها الذكية، وكمان بتحمي أعضاء التكاثر. كده عندي المحيط الثالث اللي هو الطلع، ده بيبقى المحيط الثالث الذي يلي التويج، واوراقه تسمى الاسديه. هلاقي ان السوداه دي بتتكون من خيط رفيع ينتهي طرفه بانتفاخ يعرف بالمتج. طب المتج ده بتبقى جواه حبوب اللقاح، يبقى وظيفه الطلع هو انتاج حبوب اللقاح. لو قال لي علل، الطلع هو عضو التسكير في الزهره لانه يقوم بانتاج حبوب اللقاح. المحيط الرابع اللي عندي هو المتاع، ويسمى بالمحيط الداخلي للأوراق الزهرية. أوراقه تسمى قرابل. القربلة دي عبارة عن أنبوبة مجوفة بتتكون من انتفاخ يسمى المبيض اللي بيحتوي على البويضات. المبيض ده بيتصل بأنبوب بيسمى القلم، ليه فوهة تسمى الميسم. وظيفة المتاع ايه؟ هو انتاج البويضات. طيب بيقول لي علل، المتاع هو عضو التأنيس في الزهرة لأنه يقوم بإنتاج البويضات. يبقى احنا كده نفتكر ان الطالع كان عضو التسكير، ليه؟ لأنه بيقوم بإنتاج حبوب اللقاح. طب بالنسبة للمتاع هو عضو التأنيس، ليه؟ لأنه يقوم بإنتاج البويضات. عندي يا اولاد ان الازهار ممكن بتختلف عن بعضها من حيث انفصال والتحام السبلات والبتلات. السبلات دي اللي هي كانت اوراق الكأس، والبتلات كانت اوراق التويج. طيب زي ايه كده؟ زي زهرة المنصور، بيبقى بتحتوي على اربع سبلات منفصلة واربع بتلات منفصلة. وعندي كمان زهرة البيتونيا تحتوي على خمس سبلات ملتحمة وخمس بتلات ملتحمة. جنس الزهرة، بيختلف جنس الزهرة تبعا لما تحمله من أعضاء التسكير أو أعضاء التأنيس أو كلاهما معا. احنا عرفنا أن عضو التسكير هو الطلع وعضو التأنيس هو المتاع. فالزهرة إما أن تكون زهرة وحيدة الجنس، يعني هي الزهرة التي تحمل أعضاء التسكير فقط أو أعضاء التأنيس فقط، زي أزهار بعض النباتات مثل النخيل والذرة والقرع. طيب اما ان تكون بقى الجزء الثاني، اما ان تكون زهرة ثنائية الجنس، يعني بسميها كمان خنثى، يعني هي الزهرة التي تحمل اعضاء التسكير واعضاء التأنيس معا، زي ازهار معظم النباتات مثل التيوليب، الورد البلدي، البسلة، القطن، المنصور، والبيتونيا، عباد الشمس، والكتان. ويبقى معظم ازهار النباتات بتكون خنثى. خطوات التكاثر الجنسي في النبات، عرفنا انه بيتم عن طريق عملية التكاثر دي بتتم عن طريق اعضاء التكاثر المؤنثة اللي هي المتاع والمذكرة اللي هو الطلع. طب ليه خطوات؟ قال لي خطوتين، اول حاجة التلقيح الزهري، تاني حاجة الاخصاب. هاخد كده اول حاجة اتكلم عليها التلقيح الزهري. لما بتنضج حبوب اللقاح اللي موجودة في المتج بينشق، والحبوب اللقاح دي بتتطاير لاجراء عملية التلقيح الزهري. يبقى تعريف عملية التلقيح الزهري هي عملية انتقال حبوب اللقاح من متوج الأسدية إلى مياسم القرابل. طيب تلقيح الزهري ده ليه أنواع؟ في ليه نوعين، تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. هناخد التلقيح الذاتي. التلقيح الذاتي ده عملية انتقال حبوب اللقاح من متوج زهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو إلى مياسم زهرة أخرى على نفس النبات. ده بالنسبة للتلقيح الذاتي. ده بيتم فين؟ بيتم مثلا في نبات الشعير. بيقول لي مثلا علل، يتم التلقيح في نبات الشعير ذاتيا لأن أزهاره لا تتفتح إلا بعد إتمام عملية الإخصاب. تاني نوع عندي من انواع التلقيح الزهري هو التلقيح الخلطي، وهو عمليه انتقال حبوب اللقاح من متوج زهره الى مياسم زهره اخرى على نبات اخر من نفس النوع. طيب ليه طرق؟ قال لي طرق التلقيح الخلطي ثلاثه. اول حاجه التلقيح بالرياح، اتنين التلقيح بالحشرات، ثلاثه التلقيح الصناعي. احنا عرفنا ان خطوات التكاثر الجنسي في النبات بتتم عن طريق طريقتين، التلقيح الزهري والاخصاب. خلصنا من التلقيح الزهري، تعالى كده على الاخصاب الزهري. تعرفها وعملية اندماج نواة الخلية المذكرة اللي هي حبة اللقاح.
مع نواة الخلية المؤنثة اللي هي البيضة لتكوين الزيجوت. طب ايه هو الزيجوت ده؟ هو الخلية الناتجة عن اندماج نواة الخلية المذكرة مع نواة الخلية المؤنثة. بتختلف الثمار تبعا لطبيعة المبيض، لأن المبيض الذي يحتوي على بويضة واحدة بيعطي ثمرة بداخلها بذرة واحدة زي ثمرة الزيتون وثمرة الخوخ، بينما المبيض الذي يحتوي على عدة بويضات يعطي ثمرة بداخلها العديد من البذور زي ثمرة الفول وثمرة البازلاء. تاني حاجة عندي التكاثر اللاجنسي أو التكاثر الخضري. عندي نباتات يمكنها التكاثر بدون أزهار، وده عن طريق أجزاء من الجذر أو الساق أو الأوراق أو البراعم، وبسمي النوع ده من التكاثر باسم التكاثر الخضري. يبقى التكاثر الخضري هو عملية إنتاج أفراد جديدة من أجزاء النبات المختلفة دون أن يكون للزهرة دورا في هذه العملية. طيب أنواع التكاثر الخضري ده: تكاثر خضري طبيعي وتكاثر خضري صناعي. التكاثر الخضري الطبيعي بيتم بعدة طرق، زي مثلا أو بيكون بواسطة الريزومات، الفسائل، الكرومات، والأبصال، والدرانات. هنكتفي بس بدراسة التكاثر بالدرانات. التكاثر بالدرانات، عندي الدرنة هي جزء منتفخ من جذر عرضي أو ساق أرضية بيحتوي على براعم نامية يستخدم في عملية التكاثر الخضري. زي الأمثلة بتتم أو تتكاثر عن طريق الدرانات زي البطاطس، ودي عبارة عن ساق أرضية، والبطاطا دي عبارة عن جذر عرضي. عرفنا ان التكاثر اللاجنسي او الخضري بيبقى فيه تكاثر خضري طبيعي وتكاثر خضري صناعي. دلوقتي هنتكلم على التكاثر الخضري الصناعي. بيله عدة طرق. اول حاجة بيتم بواسطة التعقيل، 2 التطعيم، 3 زراعة الانسجة النباتية، 4 التركيز. يبقى الاربع طرق: التعقيل، التطعيم، زراعة الانسجة النباتية، والتركيز. اول حاجه هاخدها التكاثر بالتعقيل. حاليا الانسان بيلجا اولاد للكثير في الاحوال الى اكثار النباتات صناعيا عن طريق زراعه اجزاء منها تعرف باسم العقل. وتعريف العقل عندي هي جزء من ساق او جذر او ورقه يحتوي على براعم ناميه يقطع من نبات بغرض استخدامه في عمليه التكاثر الخضري، زي ما انت شايف كده في الرسمه اهي العقله وده البرعم. طيب من امثله النباتات التي تتكاثر بالتعقيل زي العنب والورد، القصب. تاني حاجة عندي التكاثر بالتطعيم. التكاثر بالتطعيم ده هو تكاثر خضري صناعي بيتم فيه وضع جزء من نبات يحمل أكثر من برعم يعرف باسم الطعم على نبات آخر متقارب معه في الصفات ويعرف بالأصل. طيب من أمثلة الأنواع النباتية المتقاربة في الصفات وبيحدث فيها تكاثر بالتعقيم زي البرتقال والنارنج، التفاح والكمثرى، والخوخ والمشمش. سؤال علل بيقول لي لا يمكن اجراء التكاثر بالتطعيم بين البرتقال والخوخ. الاجابه بتاعتي هقوله لان التكاثر بالتطعيم بيتم بين الانواع النباتيه المتقاربه في الصفات فقط. طرق التكاثر بالتطعيم عندي طريقتين: التطعيم باللصق والتطعيم بالقلم. عرفنا ان التكاثر الخضري الصناعي بيتم عن طريق التعقيل والتطعيم. دلوقتي هياخد زراعه الانسجه النباتيه، وهي تقنيه حديثه تستخدم للحصول على اعداد كبيره من احد النباتات باستخدام جزء صغير منه زي ساق نبات البطاطس. سؤال بيقول لي ماذا يحدث عند فصل نسيج من قمه ساق بطاطس ووضعه في وسط غذائي وهرمونات؟ الاجابه بتاعتي هقول ينمو النسيج مكونا نبات جديد من نفس النوع. سؤال المتفوقين: ماذا يحدث لو فقدت الزهرة الكأس قبل تفتحها؟ ماذا يحدث لو فقدت الزهرة الكأس قبل تفتحها؟